مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، مرحبا بزرمي الحلقة جديدة البرنامج نون. نجمكم معنا اليوم أسد رنصات فيها الشاب سيريتو الزين إيكاب الزاف هي المجال التصوير دي ساعد شحن الشباب اللي طور الموهبة سنية التمثيل. سيوس مرحبا زاري. أولا ذا سنمير خوشي مدي سقسان صراحة حس الأسئلة يعجبني لانتي المستوى ذا تمنى إن شاء الله ذا ونجاوب تنمرت. السؤال مزوار صغور علي قلالي ناج، هناك مناطق جميلة في تمازيغ كجبال صغرو والصحراء الحجرية بتملات وقصبات النقوب ونواحيها، لماذا المخرجين والسينمائيين العالميين والوطنيين لا يقومون بتصوير أفلام فيها كورززات وتمنقلات رغم جمال طبيعتها ومولودها الثقافي؟ بالنسبة لسؤالنا صراحة أبشد ماشي كورونا يد ننواش حل البروجات تنسير منها نسير البارتي جوج الفيلم نغ أبركاك ندوار نوا إن شاء الله أنا سيريال الفيلم طويل ماشي قصير تسير لدي لقطات ما بين تملال تدان الغوش نمريت ما بين حمدور نسير منها باش نسبة الموريت الثقافي التاريخي دان إن شاء الله. أما بالنسبة للسينمائيين المخرجات والسينكتا ساعتي تخصنا غير الفيلم ليكيب بداية ديال لانات ان شاء الله لا ليد البروجي تصل قدام. السؤال وسين سيور عبد الغفور التهرا هناك، ما هي المدة والطرق التي اتبعتها لتحسين محتوى اعمالك؟ بالنسبة للمدة والطرق دا تبع باش تحسن المحتوى المستوى الاعمالي هو انه مثلا كي نبدي خصي 2016 2017 الى حد الان دونك ميتيني باش تحسن المستوى ني خصها ديما تسيوت الافلام داغبول الجوائز بزاف تفرش بزاف تسيوت تلاحظ بزاف دا الانتقادات داغني لي كومونتير عطينا الاهم ياسن مثلا اللي كلشي مشاريع اللي شي وادي خاوي ضرنا ماشي سكوريري ما تيرا يقدر انت الى حد كاينه دونك الى عمل عطينا تاخذ بعين الاعتبار عطينا السيرة ميسمنت انت تبع اليوتيوب يوتيوب دغيا المعلم مثلا ماشي بالضروري تسير ديال المعهد لافاك نعطيرا اليوتيوب دغيا هو اي واحد يمكن وكش مزاس غوشيخشي قد تفكوشي كوشي لا اليوتيوب مثلا اللي كاين اليوتيوب اي البداياتين اليوتيوب اي بدي اليوتيوب الى حد الى نسو اليوتيوب اي حاجه و تسير داكش باليوتيوب ده التفا ديريكتور. السؤال وسيرة سيغول محمد خريف هناك، المستعد أن تطلق دورة كوينيا لفائدة شباب المنطقة لتعليم تقنيات الإخراج والتمثيل، وما النصيحة التي توجهها لهم وكيف واجهت انتقادات الناس على مستوى أعمالك؟ بالنسبة لسؤالنا عن دورة كوينيا إن شاء الله نعول نتفق الفريقنا إن شاء الله هو أنه طرت رمضان انسير اجمعوا يعني مشات انسير الاعلان باش نحاول نجمع مثلا انا 20 دري انا دار 15 دري بارا شيا وكيا ان اسي نعاون دان اين نتعلم دان الناس نسلم مثلا التين براتيكي هي الفيلم يشات مثلا الناس نسلم من الاخراج نض المونتاج نحاول ايضا اسي نسلم التين براتيكات التين نطبق هي الفيلم ان شاء الله ضروري بالنسبه ضروري الدوره تكوني ضروري نعاود ان شاء الله دات خصو قدام ضروري. بالنسبه للسؤال النصيحه هو انه مثلا ماشي بالضروره التصوير ندونا لا مريح لا تصوير لا ود مريح لا تمثيل لا ود مريح لا تصميم ديزاين دونك ماشي هو انه اي حلم لا غوري هنا اي رغبه لا غوري قد تنطرح المهم هو تصبرت تصبر تدو تس وقت بلا ما يريني نيت ان اسي عجبني نيت د ميسمس هو الخدم خدمت اكل حتى هو ليات مثلا كاين يتي زوينين واش السيناريو كيت صدات قيمه بعض المرات غير هذا يوحد فيديو ناتيرا تي زوينين اللي دات محرضه تعلم المونتاج قيمه غير ثلاثه نكات اربع نكات ارديت تدل في جر نكسر سر خدمه البي سي سولو انا اوريي ومعنى وريت الروله والو ما شكون مصلحني في ودري دونك لقي وقت للرغبه ديال الحاج قد نطرح قد نطرح خصها غير ترتو تي من ابن اين غير السؤال ويس 4 سيغور عبد القادر ناش، ما هي الصعوبات التي واجهتها وما هي الانتقادات التي تعرضت لها وهل فكرت في توسيع محتوى القناه وتخصيص فقره
تتحدث فيها عن أبرز شخصيات في تاريخ أي تعطى، وهي فكرة استنبطتها من قناة أمين العوني. بالنسبة للصعوبات، صعوبة الدوجة تزويري هو الماتريال تزويري بديغ ورتادي دي الدرارة غامية مثلا ورتادة تخدم يمشي باش تيني مثلا تختي الماتريال بروفيسيون، مش كون الماتريال بروفيسيون ماشي وين 10000 ريال ولا 20000 ريال، خصها تخد الكاميرا مثلا تخص تصور كي بغيت يا 3500 درهم 4000 درهم، خصها غير الكاميرا 3000 درهم يجينا 4000 درهم 5000 درهم، ماشي يعني بروفيسيونيل تريبو دي مشات لي سيرزون 500 درهم ماشي نخسه في لا. مثلا البي سي وكذلك راهي راه كيخدم المونتاج ديالنا، خصها تخد شي رحله ني راه كيصبر دونا اين غير انت اين يا دوجا تزوير، ولكن من بعد نخدم شويه نصبر شويه نخدم جميع ماشي بالضروره تخدمتي شري شقه، غير مثلا تخدمتي ديزاين في الدار تراث مثلا تراد دو 4000 ريال و 5000 و 10000 صافي تكون في نيشان تسخ الماتيريال دي عطينا. الا بالنسبه للانتقادات، الانتقادات الدوجة تزوير هو مثلا ك مثلا اللي كنتي زويري ماشي قد اتى دلغ فين، وانما الحقيقه دو دا تينين متن هو انه من بين ويدا يسبين مثلا ايضا تمثيل الافلام القصيره كتما زيرت بشهاده الجميع. مثلا دات نكرت مثلا طمس الكاميرا دونا ودغ ينش هو امي كوينا وارت ارت طيع من وقته اللي نودا مثلا هو ينش وارت ارت استغلت الشباب ارت استغلت الدراري الى فلام شو وارت تخلص غير يات الحاجه تياتي سن متن هو لاشي يوتيوب ورتا تفيريفيي دونك ورتا تيسلي ويجي هو الريال ورتا يزن تخلص امية ودونك بلاش بلاينا نطن تيني نمتن هو تستغلت الدراري تستغلت الشباب بينا الى حد الان تينا غي الانتقادات الصعوبات. بالنسبة للمحتوى ان شاء الله دات منا غير وصافي المشكل غير الوقت دوري التنين مثلا الا الخدام يعطيني من غير التصوير دونا الا الديزاين بيضا بعض المرات تقيمة ثلاثة ايام يعني كان ان شاء الله فيش تاع اللوغو دونا داشي تدو نهار ثلاث ايام اربع ايام بلان داست ايوت غير لا فيش مشى ضيا غير لي سيت غير دون تخرب خدي فوتوشوب عند الستراتور تسخت نوات لان لي زافيش داير شي كانت ثلاث ايام اربع ايام باش تدي السخه تي بروفيسيونيل اتينا تي محتوى ميسمس لاشين راه تطور وانما اين تلقى المشكل والي الوقت ما شاء الله تتخسر تبقى لي الخير ان شاء الله. السؤال من كاروسي غور ياسين الحافظ ناي، منذ متى قررت انتاج افلام قصيره؟ كيف بدات؟ ما الدافع والحافز؟ من تولد بدي قرر انه نتصور الافلام القصيره بدي نورمالمون بدي 2017 هذا بدي افلام القصيره، وانما صور غير يلا فيديو يمشط وري النيه ماشي انه اي فيلم قصير، وانما بغيت ندرس ميسير المونتاج دونا سير اسي لي سون دي فيك دونا يرختي كي لقنا ورت قلت لا لاش يوتيوب دونا يرختي غير فيسبوك صافي مدرت بارطاجي ارت بارطاجيني هذا بس الحاد دونا صافي لا نشوف ما درت سيت الافلام القصيره دونا، وانما لقنا يمشي داهني لي ماتيريال دونا ورت غوري لي صافي التور الفكره لنا 2018 2018 اتصغ شوي الكاميرا دونا مهم تطور هاد الماتيريال صافي نتناقش مع الدراري نمشي يمشي نعطي في اليوتيوب دونا المهم نتعلم مونتاج 2019 2018 نبدا الافلام القصيره 2019 ان شاء الله هذا انت فيلم مكارو خلات ابري ومدور هي ان شاء الله تتقصد تبقى الى خير. كلمة مكارو تيم يد مهم دا سمير اي واحد دا يتفاعل لاي الافلام لاي فيديوهات سواء بارتاج سواء جيم سواء جونيم بلو ماشي مشكل مهم تال مير نون دا كل شيء راه دا كلشي اللي بديك الاسئلة دا كلشي اللي كومنتير دا حلال ودا يتشجع راكم يعني مشاهدين الكرام راح لنهاية الحلقة يد دا نتوما سي ميرسي يوسف قبول الدعوة دا ادخلني تال مير نون في التفاعل من الحلقات يد تيم غوراد انشمل الحلقه نخصيات القوله ذكرتني ان لم تجد لك حاسدا فاعلم انك انسان فاشل. السلام عليكم.